السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا لنشرة أخبار الرياضة الرئيسية نقدمها لكم من تلفزيون النهار والتي نسهلها بأبرز العناوين. المنتخب الوطني لكرة القدم يهزم نائب بطل إفريقيا بوركينا فاسو بثنائية السوداني وسليماني ويطمئن قبل مواجهتي الحسم ضد البنين ورواندا. شبيبة بجاية تنهزم أمام النجم الساحلي وتقصى من كأس الكاف بشرف، وبالوزداد تشترط $1,000,000 لتسريح سليماني للأهلي المصري. وواين روني يقترب من باريس سان جيرمان الفرنسية، وتوتنهام يقدم عرضا مغريا للإبقاء على نجمها غاريث بيل. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الاثنين والأحد بهدفين دون رد على نائب بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة منتخب بوركينا فاسو في مباراة ودية تحضيرية جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ورغم أن حالي لوزيتش اعتمد على تشكيلة أغلبها دفاعية في غياب رباعي البطولة الإسبانية، إلا أن الخضر تمكنوا من تقديم عروض هجومية كللت بأول هدف في الدقيقة 34 عن طريق العربي إلى السوداني مستغلا خطأ من الحارس البوركينابي المرتبك، وأضاف سليماني إسلام فور دخوله مطلع المرحلة الثانية هدفا ثانيا بعد كرة ثابتة غير مباشرة منفذة بطريقة مميزة، تسديدا من جديورا يبعدها الحارس لتجد قدم سليماني الذي أسكنها الشباك. وجرح لوزيتش الناخب الوطني تغييرات عديدة لمعرفة تقود جاهزية المجموعة لمباراتي الحسم ضد البنين في 9 من الشهر الجاري، وضد أيضا رواندا في 16 من نفس الشهر ضمن تصفيات مونديال البرازيل 2014. أقصيت شبيبة بجاية من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي الكاف بشرف بعد خسارتها بتونس بهدفين لواحد أمام النجم الساحلي الذي كان قد تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين لمثلهما. المباراة كانت في بدايتها للشبيبة التي تمكنت من افتتاح النتيجة في الدقيقة 42 عبر الدراج، وتأثرت بعدها بطرد حارسها سامر في الدقيقة 54 بعد إعلان الحكم ركلة جزاء مشكوكا فيها، وقعها مصعب قبل أن يضيف جزير هدفا ثانيا ليمنح النجم الساحلي التأهل إلى دور مجموعات من منافسة كأس الكاف. قدم نادي الأهلي المصري عرضا رسميا لفريق شباب الوزداد من أجل انتداب مهاجمه الدولي إسلام سليماني الموسم المقبل، هذا واشترطت إدارة شباب الوزداد مبلغ $1,000,000 من أجل تسريح اللاعب للفريق المصري. وأكد رئيس الشباب عز الدين غانا أن عرض الأهلي يبقى بيد مانجير اللاعب الذي سيتكفل بهذه القضية، مؤكدا على مبلغ $1,000,000 من أجل تسريح سليماني. محليا في خطوة مفاجئة أضاف مدرب اتحاد العاصمة الفرنسي رولان كوربيس اسمي المهاجم نوردين دهام والظهير الأيسر يخلف إلى قائمة المسرحين التي ضمت سابقا بوزيد تجار ضيف حنيفي ويكوبا وزيايا قبل أن يتم التراجع عن تسريحه. ورغم الأداء الذي قدمه الدهام في المواجهات التي لعبها والأهداف الحاسمة التي سجلها ومساهمته في قيادة فريق سوستارا إلى التتويج بالثنائية هذا الموسم، إلا أنها لم تشفع في بقائه في الفريق، بينما كانت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها يخلف السبب الرئيسي الذي دفع الإدارة إلى التخلي عن خدمتها. قررت الرابطة المحترفة التونسية في اجتماعها الأخير استدعاء قائد المنتخب الوطني سابقا ونادي الترجي عنتر يحيى ليمثل أمام لجنة الانضباط، وهذا بعد تصريحاته الأخيرة خلال دورة البلاي أوف لتحديد بطل تونس، أين أكد فيها أن سمعة الكرة التونسية تلطخت بسبب تلاعب الحكام بنتائج المباريات بمحاسبة مسيري الإفريقي الذين أكدوا أنهم سيتساهلون في المباراة الأخيرة من أجل حرمان الترجي من إحراز اللقب. واستدعت الجامعة التونسية عديد الأسماء الأخرى للتحقيق في القضية أيضا. قاد المدرب الجزائري عز الدين أيجودي فريقه المغرب الفاسي إلى المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي بعد الفوز بثنائية نظيفة على الزائر أولمبيك خريبكا برسم الجولة 30 والأخيرة من عمر بطولة المغرب، وأنهى المغرب الفاسي مشوار البطولة في المركز الثالث الذي يسمح له بخوض مسابقة كأس الكاف العام المقبل متفوقا على الوداد البيضاوي الذي حل رابعا.
إلى أخبار الكرة الصغيرة، حيث ينطلق الاثنين تربص المنتخب الجزائري لكرة اليد الرجال الاستعدادي للألعاب المتوسطية 2013 والمقررة من 20 إلى 30 من جوان بمدينة مرسين التركية.